ولعلكم أيضا تشهدون وتلحظون أنه مما جرت به العادة أن يقول القائل لإنسان حال الغضب إذا أراد أن يسكن غضبه يقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولست ترى في هذا شيئا يدعو أيضا إلى تخصيص موضع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنني إنما أرى فيه معنى بديعا وملحظا لطيفا اعتاده المسلمون، فإذا أرادوا تهدئة غاضب حال الغضب وإطفاء نار فتنة تكاد أن تنشب فيقال له صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أرى ذلك إلا نوعا من سكب ماء بارد على قلوب أشعل فيها الشيطان ناره، فكأنه يقال للغضبان وهو غضبان لك أسوة في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رزقه الله حلما وعفوا وصفحا، فلك فيه أسوة، فإذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم فإنما تنجو بهذا الذكر، فتعود إلى أن تذكر الله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من سكون الغضب إذا استشعر المرء في ذلك الموقف هذا المعنى ما يرجى أن يكون فعلا إطفاء نار للفتنة وتسكينا لغضب النفوس وسكبا لهذا الماء البارد على النفوس المشتعلة حال الغضب والهيجان، فإنها شعلة من الشيطان والله.